رجعنا حضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. احنا عملنا الفايش بكل خطواته في اول حلقتنا. هنبدا دلوقتي نقول تاني مقادير القرص الطريه عشان ناخد الوصفه مع بعض ونشتغل فيها. مقادير القرص الطريه: عندي كيلو دقيق، عندي معلقه كبيره من الخميره، وعندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السكر، معلقه صغيره من الملح، كوبايه من السمن، ولبن رايب للعجن على حسب ما تاخد مني العجينه، على حسب طبعا نوع الدقيق. طيب انا هعمل كده، هاخد اول حاجه الدقيق مع السمن. وانا الحقيقه احط سمنه وزيت، انا بحبها يعني ايه، اللي عايز يحط سمنه بلدي ماشي، يعني براحه حضراتكم خالص. كده ايوه، هات العجينه الخمرانه، العجينه الخمرانه يا محمد. كده وهاخد، نحط السمن كده تتبل شويه، وطبعا هي لو مذابه هيبقى احسن، لازم تبقى مذابه، ومعاها الخميره البيكنج باودر، بسم الله، سكر عشان الخميره تشتغل، وعندي هنا لبن رايب للعجن. ينفع لبن حليب؟ اه ينفع، يعني لو مفيش رايب. وبعدين تقدروا تروبوه، انا قلت لحضراتكم طريقته بسيطه وسهله. بسم الله، هنخلط خلطه حلوه كده، وهجهز صاج. انا حتى نص سمنه هحط نص زيت، لكن اللي عايز يحط سمنه بس ما فيش مشكله، نص ونص. وهبدا عجن، بسم الله، ده بيخليها طرية وهشة وجميلة، يعني زي الزبادي كده. نبص بصة بسيطة كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي هي محتاجة ضربة كمان، لسه ناخدها يعني تتعجن كمان، وهوري حضراتكم بعد ما بتطلع تخمر. هنسيبها تخمر على الأقل ساعة، وبعدين نشتغل فيها في التشكيل. هتطلع بقى، انا ممكن اسيبها في مكانها عادي تخمر، مفيش اي مشكله خالص، واغطي عليها واسيبها الساعه. بعد ما بتطلع بتبقى زي ما حضراتكم شايفين لينه، بصوا عجينتها لينه جدا وجميله. هاخد منها قطع وهعمل كده على حسب الحجم اللي حضراتكم عاوزينه. انا الاول بحطها كور برضو. يعني ايه كور؟ يعني بسيبها هي تهدى تاني وتاخد تخمير تاني على الصاج، وبعدين ابططها كده بايدي عشان تبقى تاخد شكل القرص. عايزاها بقى كبيره، عايزينها صغيره، عايزينها وسط، اللي يريح حضراتكم. عايزين توزنوا الكور دي عشان تحسوا ان الكور يعني قد بعض، مفيش مشكله. بعمل كده كده، وبقلب كده هنا اهي. سيبها بقى شويه، هي هتعلى تاني، خلوا بالكم. بعد ما بتعلى تاني هلاقيها ايه، اروح قبل ما ادخلها الفرن
هروح مبططه بايدي بقى فرداها كده عشان بتنفش كمان في الفرن اهي، وطبعا هسيبها لما تخمر شويه. كور بقى زي ما احنا عايزين، والعجينه هناك رائعه. اي حاجه من المخبوزات دي بقى شيلوها في الفريزر لو انتوا حابين، ممكن تعملوا وحدات صغيره او عايزين تعملوها وحدات كبيره. في ناس تحب القرص تبقى كبيره شويه، يعني قرصه حلوه كده مفيش مشكله خالص. بس انا بعمل كده، بس بلفها الاول كدايره كده كده هنا على الزيت، وبحطها وبعمل كده وهسيبها تخمر واغطيها ساعه، وبعد الساعه ابدا ابطط فيها لحد ما تاخد الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه كده. زي ما اتفقنا نقدر نعمل بالسمنه بس او نقدر نعمل بالزيت بس، زي ما انتوا عايزين. ودلوقتي هي اول ما تخمر تاني تخمير تاني هتساعد معاكم في الفرد، وهتبقى كبيره القرصه، هتبقى حلوه يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ وهتديكوا طراوه. دي القرص الساده. في ناس تحب ساعات تحط معاها شمر او يعني اي منكهات او ينسون مثلا، يعني ساعات ممكن مفيش مشكله خالص. حضراتكم لو عايزين تقدروا تحمصوا معلقه شمر، معلقه ينسون، وتايه على مثلا طاسه كده من غير اي ماده دهنيه ولا حاجه، وتضيفوها او تطحنوها تجرشوها وتحطوها مع الخليط الدقيق، مفيش مشكله خالص اهو. كده كده، ونبدا بقى. دي القرص هسيبها بعد ساعه، هخمرها كويس جدا، وبعد ساعه هبدا ابططها مره تانية قبل ادخلها الفرن على حراره 180 على الشبكه في النص. قبل ما اطلعها هيبقى محتاج الشوايه تدي لون بس للقرص من فوق، وانا بشغل الحقيقه الشوايه، يعني ايه، بشغل مروحه وفرن الاول، وبعدين بروح مشغل الشوايه في نص التسويه كده على خفيف على الهادي، فبصراحه بتطلع مدياني اللون الحلو. اما تطلع القرص ادوها مسحه بس بسيطه بالفرشه من السمنه خفيفه قوي قوي على وشها بس كده، وبعدين سيبوها بقى تهدى وتنشف ويعني تبرد تماما، وبعدين شيلوها زي ما انتوا عايزين. عايزين تحافظوا عليها طريه، كميه منها في الفريزر، وقت ما تحتاجوها تطلعوها مفيش مشكله خالص. دلوقتي بقى هنبدا في وصفه ثانيه، وصفه لطيفه جدا وسريعه ولذيذه، هي السميت التركي. السميت التركي ده بسيط وهش وسهل، مش زي السميت اللي احنا يعني عارفينه بتاعنا، لكن ساعات الواحد بيبقى نفسه ياكله في البيت، ويمكن ما بقاش كل الافران بتعمله، مش عارفه ايه السبب في الموضوع ده الحقيقه، لكن في المحافظات اعتقد بيبقى موجود، بس مش عارفه ليه عندنا احنا هنا مش بيبقى كتير. طيب